مثل نور. بالحديث عن الموت فواز، لما نحكي عن الموت تحضر عدة صور وعدة وجوه للموت، شو أقسى مواجهة عشتها أنت فواز وعائلة فواز مع الموت؟ الحقيقة أول شغلة عشتها بالموت لما إجا خبر أخي إنه توفى، وأقسى شيء لما مشيت بجنيزة تبعته، لما شيعناه وطلعنا بجنيزة وخدناه على الدفن. قديش كان عمره خيك لما أقمتوا جنازته لما توفى؟ 19 سنة. 19 سنة خيك توفى، كان بيعاني من مرض بعمر 19 سنة. لا. توفى بشكل فجائي، كان بأحداث طرابلس بهيديك الأثناء، بأحداث طرابلس. كيف بلغوك وفاة خيك حسين، ومين بلغك وفاة خيك حسين؟ أول شيء أولاد الحارة شافوه بالمستشفى، قالوا لأولاد عمتي، في كبيرهم سعد ابن عمتي، قالوا له إنه حسين ابن أبو غوزي متوفى بالمستشفى. دقلنا إجا قالنا أخوكم بالمستشفى، نزلت أنا وأخي الكبير وأخواتي، نزلنا فتحنا البراد طلعنا شفناه، سحبنا البراد على الآخر طلعنا فيه هيك، يعني صدمة، يعني احنا منا مصدين إنه أخي، إنه ميت هو أخي، بس نحن ما عم تركب بيروتنا إنه هو بقلب البراد ومتوفى، انصدمنا. يعني قلت لي كان منخرط بالأحداث الأمنية، يعني ممكن تكون الجثة تكون مشوهة ما تكون واضحة، كيف تأكدتوا إنه أخي؟ تلميحه كل شيء، كل شيء، كوهين ما بيعرف أخوه، أخي صعبناه من البراد أخي. قدي أخذ معكم وقت من الإنكار والغضب إلى مرحلة تقبل الموت وتقبله الواقع وتتعايشوا مع الواقع؟ هلا هي صدمة كانت كبيرة علينا، نحن ما نصدق إنه ميت، نحن رحنا تفناه وكل شيء بس ما عم تتصدق، والعالم عم تيجي تعزي فينا ونحن ما منصدمين إنه معقولة تفنى أخي، معقولة أخي مات، كان ما حدا عم يصدق إنه أخي مات. كنا نروح أنا وأخويتي على الجبينة نقعد نقرأ الفاتحة ونترحم عليه وتدمع عيوننا عليه. شو تقول له لخيك؟ قل له يا ريتنا عشنا معك، نحن قصة أطول من هيك. العالم موجودة للساعة 8:30 9 عم بتعزيكم. تاني يوم رحت على قبره، ثالث يوم كمان العالم موجودة، راحت العالم، خلص على 9 خلص العالم، قاعدين نحن ببعضنا، وفجأة بينضق الباب. قامت أختي سهام فتحت الباب، سمعنا صرخة نحن مثل هيك انقلب صوتي وما عطل صوتي، قامت أمي سهام، لحقت أمي لقتها بالأرض، شافت أختي سهام بالأرض غطى قلبي. لما قام أبي طلع هيك شاف على الباب حسين أخي. مين؟ حسين أخي. قام قال له حسين أنت عايش؟ شو طلعت من القبر وجيت؟ شو انكشت القبر وجيت؟ قمت أنا هيك ورا أبي طلعت، ما عم صدق أبي عم ينكش بحسين، أبي عم يطلع بتيبه وعم مش هيك ويديره شمال ويمين. طلعت أنا لما شفت أخي موجود وأبي هيك عم ينكش فيه اركضت، قول يا عالم يا هو أخي حسين عاش يا عالم، وقوس كل ما قوس عالم طلع على البرندات، قل لهم أخي حسين طلع من التربة وإجى على البيت. يعني بعد كم يوم من دفنه؟ 3 أيام. تالت شو قالكن حسين لما وصل؟ شو شاف لما فات على البيت؟ هو انصدم. طيب قال ليش عم تعملوا هيك؟ قلنا له لحسين نحن تفناك قبرناك. يقول له أبي أنت طلع من القبر وجي. حسين راح على القبر ليتأكد إنه هو اندفن؟ شاف الشهيد حسين حروق، شاف الشهيد عملين له نحن المرحوم حسين حروق. يعني حسين راح على قبره وقرى الفاتحة على حوله. هو خبرنا إنه هذا اللي مات اسمه أبو علاء رفيقه. إيه. قال له لأمي طيب أنت ما ميزتي، هو فوق بالمعسكر كانوا يعيطولنا لاثنين حسين، هو اسمه أبو علاء وأنا كانوا يعيطولي الدوشكا، كانوا هني خربطوا على طول يعيطوا للدوشكا يرد هذيك، يعيطوا لأبو علاء يرد حسين، عقد ما في شبه بين بعضه. إيه. قال له طيب ما ميزتني، قلت شو بدي ميز فيك، كل شي فيك حسين، حتى الطعم اللي أنا مطعمته لأخواتك كلهم بنفس المحل، نحن عنا طعومي هون بنفس المحل لا زيدة ولا نقطة. هي كانت أمي الله يرحمه تقول له للحكيم بدي إياه هون تأشره بإصبعي بدي إياه هون.
قلت له شو بدي اتاكد فيك؟ بس انتوا كنتوا كذا حدا عم بيتاكد، انت قلت لي كذا حدا نزلتوا على المستشفى، انت نزلت والعائله نزلت والوالده نزلت، كله حسين، كله اطلعتوا فيه؟ كله حسين. حسين حسين حسين. باي سنه صارت الحادثه؟ تقريبا بال 84 باواخره، يعني باواخر قريب لل 85، يعني تقريبا بال 85 بعز الاحداث اللبنانيه. صح. كان خيك منخرط بالحرب اللبنانيه. صح. وبالاحداث بطرابلس. صح. ومين اللي توفى؟ نحن عرفنا انه رفيقه بعدين انه اللي توفى بعد ما ظهر، هو رفيقه اللي كان معه بالاحداث هو اللي توفى. هو اللي توفى. أيوة. واللي انتم ما قدرتوا تميزوه، هل قد بيشبهوا بعض؟ ابدا، صوره طبقه ونفس الطعم، والشخص هذيك تبين من اخي انه من حمي سوري. اوكي، العائله الثانيه اليوم كيف عم بتعيش؟ صار لها 30 سنه تقريبا، كيف عم بتعيش لحظات ابنها بالنسبه لهم مفقود؟ مفقود، واسمه أبو علي، وهو ميت ومدفون. مدفون عنا بالتراب. أولك ممكن تكون العيلة عائلته بسوريا متأملة إنه ابنها يش نهار يرجع؟ احتمال احتمال. ضلوا مدفون مطرح ما هو الابن؟ هلأ في ناس قالوا إنه المفروض نشيله وندفنه بمحل تاني، بس عندي الوالدة الله يرحمها وأبي ما رفضوا هالشي، قال بيتموا بالمدفن عنا نحن. غيرتوا الاسم؟ شلنا بس لأنه ما بنعرف اسمه هو أبو علي، بس شلنا الشاهد تبع حسين بأثنائه، وتموا الجتة تمت بالمقابر عنا، حتى الوالدة كفت له الأربين الأسبوع، عملت له أسبوع وعملت له سكر وعملت له الأربين، كفت له الأربين. شو علمتك هالحادثة وشو بتقول لكل الناس اللي عم تحضرك اليوم إنه من أي لحظات نستفيد وشو نستفيد لما الناس اللي منحبهم هني على قيد الحياة، مشان مش لما يتوفوا نقول يا ريت ويا ريت؟ بتمنى أقول لهالناس إنه يعني لحظة الموت ما الإنسان ما بيعرف أي متى بتجي، نقضي وقت أكتر مع اللي منحبه، يعني نعيش عيشة حلوة ونقضي وقت أكتر مع الناس اللي منحبه، وما نروح هاللحظات هيدي من حياتنا، مشان ما يجي لحظة، مشان ما تجي لحظة ونقول يا ريت. شكراً لك، شكراً لك فواز. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبة الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.